تتواصل الاشتباكات بين الجيش العراقي الفرقة المدرعة التاسعة وعناصر تنظيم داعش في أطراف حاوي الكنيسة وأطراف حي 17 من تموز شمال غرب الساحل الأيمن. كما تظهره كاميرا الميادين الآن هنالك قصف لعناصر تنظيم داعش وكذلك اشتباكات من منزل لآخر بمشاركة الطيران العراقي الذي يوفر تغطية نارية جوية تستهدف الأهداف المتحركة والثابتة لعناصر تنظيم داعش. هذه العملية تهدف للوصول إلى حي 17 من تموز وكذلك لإدامة التماس مع القوات المتقدمة من الجبهة الغربية صوب الساحل الأيمن. حاليا يعني قدرنا نحرر أكثر من 4 أحياء اللي هي مشيرفة الأولى، مشيرفة الثانية، مشيرفة الثالثة وكذلك حي 30 تموز. كاميرا الميادين الآن تتجول داخل منطقة مشيرفة المحررة وسنصل إلى خط التماس الذي وصلته قوات الجيش العراقي الفرقة المدرعة التاسعة على حدود منطقة حاوي الكنيسة وكذلك حدود منطقة 17 من تموز شمال الساحل الأيمن. هذه المنطقة كانت تشهد اشتباكات عنيفة تم تحريرها وتأمينها من قبل قوات الجيش العراقي. احنا الان على اطراف حاوي الكنيسة بعدما حررنا مشيرفة بالكامل وان شاء الله بجهودنا وجهود الابطال وبجهود الامر مالتنا ناخذ حاوي الكنيسة وان شاء الله التقدم والتحرير ان شاء الله يتم بجهودنا وجهود الابطال. محمد الفهد، مصطفى الحاج، من أطراف منطقة حاوي الكنيسة شمال الساحل الأيمن، الميادين.